السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين نشوف بعض المزايا الجديدة في ريفت 2014. لو قلنا من ضمن المزايا الجميلة في 2014 ان لو انا عندي اي ضغط، خلينا نرسم ضغط. وبعدين انا مش حاطط القفلة بتاعته، مجرد ان اعلم على الضغط هلاقي الكاب open endis. ده هيعمل ايه؟ اي نهاية هيروح حاطط لها القفلة بتاعتها، الاند بتاعتها، ويقول لي انا two caps were added، في اتنين اتضاف. تمام، اهي هتلاقي في واحدة اهيت وفي واحدة كمان اهيت. تمام. طيب، من ضمن الحاجات الجميلة برضو من comment view، لما خلينا نروح للبلان كده عادي، لما بقوله انا عايز ارسم الكل اوت، الكل اوت كان بيترسم على طول المربع ومستطيل وحاجات زي كده. دلوقتي ممكن ارسمه سكاتش، اختار كأني برسم اي حاجة انا عايزها. تمام، ممكن اقول مثلا عايزها كده 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 كده، وده الشكل اللي انا عايزه، وده اللي هيظهر معايا في ممكن بعد كده احطه احطه في الشيت وابدا اطبعه وابدا اشتغل عليه. تمام، دي ميزه جميله. من المزايا برضو اللذيذه، لو دخلنا فيو وقلت له سكادول، قلت له انا عايز اشوف السكادولات، قلت له مثلا ويندوز، واخترت اي حاجه الحاجات اللي انا عايز تظهر معايا مثلا، اوكي، هلاقي السكادول هنا. هو هنا تقريبا ما فيش شبابيك في المشروع دوت. خلينا نختار سكادول تاني مثلا، دكت فيو سكادول دكت، اجي هنا اقول له انا عايز اشوف الميكانيكال الدكت، اوكي، واقول له ايه الحاجات اللي انا عايزها. مثلا عايز اختار الموديل، عايز اختار السايز، طبعا السايز مهم، عايز اختار الويت الهاي. تمام، اقول له اوكي، بيدي الاسكادر ليزر معايا. هنا ممكن مثلا احط صورة سيرت ايمج وابدا اشوف صورة مع اي صورة احطها، وليكن مثلا صورة للمشروع. ممكن هنا اقول له انا عايز بتحس ان في بعض الحاجات زادت، الحاجات اللي تخليها قريبه كده من الاكسل، زي ان احط صوره، زي ان انا ممكن احط شيدنج. خليني اختار شيدنج كده. تمام، زي ان انا اعمل بوردر، ممكن لو انا عايز اشيلها في اي وقت اقول له هنا واقول له ريسيت. تمام، بتلاقي بعض الحاجات المزايا اللي بتسهل الشغل وبتجمل الشغل في الاسكادولات في برنامج الريفت. ان شاء الله مكملين مع بعض الحاجات الجديدة في ريفت 2014، وهتلاقي شرح متجدد باستمرار في مهاويس البيم، من دورة مهاويس البيم. مساش تشرف كامل البردية، هنا هنلاقي التحسينات اللي حصلت في السيلكت. يعني اول واحدة هنا اللينك، لو انا عندي اي لينك في المشروع وعملت سيلكت كده، ما دام هنا مش ظاهر علامة اكس يبقى كده اللينك هيجي معايا. طب لو انا شلت العلامة، قفلت العلامة وبقت اكس، هتيجي تعمل كده هيختار كل العناصر ما عدا الملفات اللينك، ملفات الريفت اللي انا سحبها لينك. تمام، طيب بعد كده بيجي سيلكت اندر ايليمنت. لو انا عندي في المشروع دوت انا ساحب حاجة تانية، وليكن مثلا ليفل واحد انا ساحب اندر لي، يعني شايف الشغل بتاعه خفيف. تمام، هنا انا مفيش علامه اكس، يبقى انا كده لو عملت سيلكت عليه هقدر اعمل عليه سيلكت وابدا اعدل فيه زي ما انا عايز. حرك بالماوس بيتحرك عادي، مفيش اي مشاكل خالص، كانه موجود معايا في قلب الدور. طيب لو شلت العلامه ديت اجي اعمل عليه سيلكت بشيرته. تمام، طيب ايه الحاجه اللي بعد كده؟ البنت. البند لو انا حاجه معمول لها بند يبقى مفيش حاجه معايا في السلك. يعني خلينا ناخد الديفيوزر ده واقول له بند. تمام، هنا عندي ايه؟ مسموح ان انا اعمل سيلكت، يبقى لما اجي اسحب كده هتيجي معايا في قلب السلكت.
طيب خليني اقول له لا انا مش عايزها تيجي معايا في قلب السلكت، فحاجة اختار العناصر زي ما انت شايف، الحاجة اللي هي معمولها بند مش تيجي معايا، فاهم؟ الحاجات دي بتسهل في الشغل جيم. سيلكت element باي فيس دي معناها ايه؟ لو انا عندي اي حائط او ارضية، تمام، خلينا ناخد مثلا سيكشن عشان يبان معانا الموضوع، اقول لكم مثلا السيكشن دوت، هقول له ايه؟ انا عايز جو تو فيو، انا هنا عندي بالنسبه لي سيلكت اليمنت باي فيس مسموح بيه، يعني هاجي هنا انا نفسي ممكن اختار الحيطه، تمام؟ لو في الحوائط بتختار من الفيس بتاعتها، والارضيه كذلك، لو في ارضيه او في حيطه ممكن تختارها عادي. مثلا ديت شباك زون، شباك زون في كل حتة مغطية على الحوائط، تمام. طب نقفل الشباك زون، اوكي. اجي اختار ده سبيس بي بي، اخفي السبيس، نختار هنا كده، طيب هنا دي ميكانيكال، خلينا نختار حاجة architecture. لو انا دوست كده هلاقي نفسي بختار ايه؟ الحيطة، تمام. طيب لو انا شلت العلامة ديت اجي ادوس، لا هو ما بقاش يختار الحيطة دي، روم. خلينا نغفل الروم برضو عشان مش عايزين نلخبط فيها، روم تيجي تدوس هنا ما بيختارش الحيطة، وهنا ما بيختارش حيطة. طب لو شلت العلامة هتلاقيه بيختار بالفيس، يعني لو في فيس معايا بيختار الوول، بيختار الأرضية، يعني لو أنا في الفلور عادي وفي أرضية يختارها، في سقف يختاره، سيلينج يختاره، تمام. هي دي الفكرة من السيلكت باي فيس، تمام. دراج إليمنت أون سيلكت، يعني ممكن أعمل إيه؟ أنا دلوقتي مثلا عايز أحدد عنصر مثلا، وليكن نرجع للوحة اللي احنا كنا فيها، عايز اختار العنصر ده واحركه في نفس الوقت، انا عايز ادوس واسحب، ما ينفعش معايا ليه؟ عشان في علامة اكس، لو شلت علامة اكس ينفع بص اهو، اقرب ادوس واسحب، سهل معايا، نفس الدوسة اللي عملت بيها سيلكت هي الدوسة اللي حركت بيها، تمام. ده بالنسبة لي سيلكت دراج اليمنت ان سيلكت، وانا بحدد اسحب، يعني مثلا العنصر ده ادوس واسحب في نفس الدوسه، انما لو عملت اكس بدوس وما ينفعش اسحب، يعني بص احاول دلوقتي ادوس واسحب في نفس الوقت، ما ينفعش، كاني بعمل سيلكت باي ويندو، ماشي. دي بتفيد ناس كتيره، ممكن يكون واحد مثلا عايز يسرع نفسه في الحركه، او واحد تاني خايف ان هو يتلخبط، تمام. الفلتر معروف ان انا بعمل كده، بعمل سيلكت على كذا حاجه واقول له خش هنا في الفلتر، انا مش عايز من كل الحاجات دي غير مثلا البايب، طبعا البايب تفرح احنا اخترناه، انا مختارك عشان الغيك، راح دايس ديليت والغي البايب كلها من قلب المشروع. دي فيها حاجات تحسينات وفيها حاجات من قبل كده، بس قلنا نشرحها مره واحده. من الحاجات برضو الطريفه في 2014 ان انا ممكن اختار الاليفيشن واقول له سبليت سيجمنت وابدا اقطع فيه اهو، زي ما احنا كنا بنعمل في السكشن نعملها بالشكل دوت، ماشي. دي من ضمن الحاجات الطريفة. من الحاجات برضو الجميلة ان انا ممكن في البايب ادخل في الخصائص بتاعتها، طبعا عندي ان انا اعمل اند كاب، فهاجي هنا في الروتنج بريفرنس انزل تحت الاقي الكاب،
راح مختار له جاب بحيث ان هو يرسم اوتوماتيك. تمام، دي ما كانتش موجوده زمان، بس انا دلوقتي خلاص بقيت ممكن وانا برسم اول ما اقفل الماسوره يروح هو عامل لي الكاب بتاعتها، ويروح هو ممكن احددها له اصغر مقاس واكبر مقاس، لا انا عايزه كل الحاجات يتعمل لها هي كاب. دلوقتي لو جيت قلت له انا عايز اير تيرمينال، بلاقي حاجه جالك دي اسمها اير تيرمينال اندكت، ولما بختارها واجي احط الاير تيرمينال تحت على الدكت، خليه اوتوماتيك هو نزل معايا وبقى شغال معايا واصبح جزء من الدكت. بمعنى ان انا لو جيت هنا ودوست تاب هتلاقيه اختار المسار كله بتاع التكييف.